السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة رواعي الوصفات، أهلا وسهلا فيكم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله رح نعمل سلطة كتير كتير زاكية، سلطة التونة بس يعني غير شكل. أول إشي جبنا معلقتين من المايونيز، بعدين معلقتين من اللبن. طبعا أنا سلقت المعكرونة، سلق المعكرونة بيكون مكتوب على باكيتها يعني ما بده أي إشي، عشان هيك أنا ما جبت لكم الطريقة. هي مية، أول إشي بنحط مية بنخليها تغلي، بنحط عليها نتفة ملح، نتفة زيت، وبنسقط المعكرونة عليها وبنسيبها تقريبا 10 دقائق ربع ساعة قد ما هو محطوط على باكيتها. زي ما انتم شايفين حطينا معلقتين مايونيز، معلقتين لبن، نتفة ملح، نتفة فلفل أسود، نتفة بس أنا كتير دار معي هيك، لا ما تحطوا هالقد، حطوا شوي على طرف المعلقة، أنا قمت منه. وحطيت نتفة من بودرة التوم ونتفة من بودرة البصل ونتفة بابريكا كمان، وحركتهم منيح 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 عشان ما يضل فيه تكتلات عندي باللبن وبالمايونيز، لازم أخلطهم منيح منيح منيح. بعد ما خلطتهم بدنا نجيب المعكرونة اللي سلقناها، هاي بابريكا، البابريكا زي ما بتحبي، تقريبا نص معلقة أنا حطيت، بس هو الفلفل الأسود طلع معي كتير فقمت منه. منحرك زي ما حكينا بسرعة 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 هيك، نقيم كل التكتلات وبنخليها على جنب حديت بنشوف شو بدنا نحط على المعكرونة المسلوقة. خلينا نحطها بالصحن، نعملها دغري بصحن التقديم اللي بدنا نحطه على الطاولة، يعني ما بنحطه بصحون ولا بنحطه بأي شيء. زي ما شايفين سلقاها للمعكرونة، حطها بمصفاي عشان تصفي كل ميتها، ما بدنا ولا نتفة مي معها. المعكرونة هاي أو أي معكرونة تانية عادي ما في أي مشكلة، بس أنا حبيتها هاي عشان هيك ألوانها وحركات. حطيت فلفل أخضر فلفل حلو، إذا في عندك فلفل ألوان كمان بكون أكتر أروع. حطيت زيتون شرائح أسود، حطيت ذرة برضو مسلوقة، بدي اجيب التونة، جبت علبة تونة ويا ريت تكون تونة بالمي مش بالزيت، وحطيناها وبدي احط عليها الصوص اللي عملناه. كيف اسهل وصفة بالتاريخ، سهلة وبسيطة ودغري بتتسوى، وان شاء الله برمضان بتكون غير شكل، على الفطور على السحور بدك تنقنقي فيها بين الوجبتين بين السحور والفطور برضو بصير. هيك خلصنا وصفة سهلة وبسيطة وسريعة، إن شاء الله بتعجبكم، جربوها كتير زاكية. وخلص بدي أكل منها، يلا يعطيكم العافية.